اهلا بكم مع مهند من حمود للسيارات وعلي الحسني من حمود للسيارات 050-516-3525 050-884-3433. احنا بنتمشى في اليارد بتاعتنا خلف الوكاله من حمود للسيارات في ابو ظبي. وامبارح احنا شفنا سياره اللي هي الزي 71 من التاهو. اليوم واحنا ماشيين اتفاجئنا بسياره تانية كمان وصلت عندنا زي ما شايفين. هاي سياره دي علي؟ هذه ار اس تي تاهو ار اس تي 6.2 10 غيار 420 حصان و10 غيار اوتوماتيك موديل 22 2022. تعال نقرب منها ونشوف ايه اللي فيها. ها يا علي، نعم، احكي لنا شويه عن سياره تاهو الار اس تي زي 7. تاهو ار اس تي مش زي 71. هذه اجدد سياره وصلت توها اليوم نزلها من ريكفري. اوكي، هذه السياره 6.2 10 غيار موديل 2022، اول سياره توصل عندنا في بن حمود للسيارات. كم حصان؟ 420 حصان. 420 حصان ما شاء الله. الماكينه دي كانت بتنزل عندنا قبل كده بس موجوده على البريمير وموجوده على كانت موجوده على التريل بوس وكانت موجوده على التاهو القديم لحد 2020 من 19 ل 20 بتاع امريكا طبعا. بينزل اوكي. والهاي كاتر سيلفرادو البيك اب. هذا شكل المفتاح في على كروم على الجوانب. اوكي، وبالنسبه للفور ويل، الفور ويل هذا النظام موجود في مع الاير سسبنشن. الطياره فوق تخرب علينا الصوت. اوكي، في الاير سسبنشن موجود اللي هو الارتفاع او الجامينات الهوائيه. اوكي، وفي هي مش هيدروليك، هي هواء 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 هواء. تمام، يعني الهيدروليك ممكن يخترب مثلا، ممكن يخترب. وبالنسبه للهواء اريح واريف في الشارع، خصوصا اذا المطبات الصغيره هذه اللي في الشارع او في الرمل او الشغلات هذه. طيب، ما تحس فيها ابد. تطلع وتنزل اوتوماتيك ولا تتحكم فيها؟ اوتوماتيك، وتقدر تتحكم فيها. اقدر اتحكم فيها. تمام، بتساعدني فيه. طيب يا علي، تساعدك اذا انت كنت محتاج يعني ارتفاع بسيط، بتخطف رصيف معين صغير او في مطبه، او انه لا سمح الله دخلت في مكان في مطر الجو غايم. أي، في ميه وكمان تقدر ترفع السياره وتمشي وانت مرتاح. حاجه مهمه تانية كمان بتهالي، بتنفع للعوائل لو السياره اتسرق. انا موجود عندنا الخاصيه دي في الزد 71 من قبل وفي البريمير، عشان تنزل بتنزل السياره وتطلع للكبار والصغار والحوامل والاطفال والشياب وكل شيء. هذه موجود، تطلع السياره وتنزل 2 انش او تطلع 4 او تطلع 2 انش، يعني هي الاجمالي 4 انش، 2 فوق و2 تحت. يعني تسهل الدخول والخروج للسياره. مظبوط. في عندنا التو ويل، في عندنا الاوتو، وفي عندنا الاربعه العالي اللي هو فور هاي، وفي فور لو اللي هو الدبل الثقيل. طيب، وفي زر هنا بيفصل الاير باجز. في زر هنا بيفصل الاير باجز اذا كنت داخل في الرمل ولا محتاج انك تدخل في الرمل. اوكي، واذا السياره مالت ولا شيء تضغط عشان ما يطلعش عليك الاير باج. ثلاث ثواني يضوي لك ليه هنا بالاحمر. ايوه اوكي، عشان الايرباجات تكون مفصوله. ده طبعا قبل ما بدخل البر اصلا، يعني ده واحد من الاجراءات اللي بتتم عملها قبل دخول البر، تنسيم التواير وال تمام والتراكشن كنترول والال والكلام. ماشي، ممتاز. عندك اي اضافات تانية؟ والله انا ما عندي شيء، اعتقد ان احنا غطينا كل السياره هذه. وممكن ان احنا نخبرهم بان هذه هي ديزاين جديد. شكل جديد مختلف عن هو، ما هو خشب، مختلف عن هو مش تخشيبه، شبه الكربون. كربون ديزاين خلينا نقول. اوكي، وهذا بعد سماعات البوز عندنا طبعا. وهذه هي الكروم اللي مطفي في الستيرنج، جدا حلو صراحه. مع الخيوط الحمراء ممتاز، مع الخيوط الحمراء في الطابلون، وديزاين فعلا. طيب، راقي. في اي عروض مع السياره ولا لسه ما جاتلناش؟ والله لسه لحد الحين، ان شاء الله متوقعين انه يكون في شغله زينه. القطاع الحكومي مثل ما عودنا الناس، يعني مثل ما عودنا زبايننا. أيوه، ان في خدمه ممتازه وفي سعر ممتاز. القطاع الحكومي ليه تخفيض ان شاء الله لحد الحين، ان شاء الله بس ننتظر شوي وان شاء الله الامور طيبه. حلو، ممتاز. يعني بس يتصلوا علينا واحنا نعرف المعلومات ونقول لكم عليها. يعني لان هذه اول يوم وصلت لحد الحين. حلو، حتى ما معروضه في الشوروم، هي لسه هتتغسل وبعدين تتعرض في الشوروم. اللي عايز يجي يشرفنا يشوفها. احنا لسه هنسجل منها واحده او اثنين للتجربه كمان. مظبوط، هي والزي 71 يمكن عشان تجربه 6.2. فهذه محرك جديد جاي عندنا في 2022 و10 غيار، فلازم بياخذ السياره يجربها. لازم نجربها، جلستها، جرب سواقتها على الطريق. اهم شيء ان احنا V8 من دون تيربو. ايوه V8، خلي بالكم من دون تيربو. وفي دايناميك فيول مانجمنت. بالضبط، يعني تشتغل على سلندرين واربعه V8 ال V8 يعني انت ما تستخدم الا اللي محتاج، انه يعني دعس ثقيله
طبعا المحرك على طول 24 حصان جاهزين ال 420 حصان جاهزين اطلقهم بس انت اطلقهم يلا ماشي تحت رجلك شكرا يا علي شكرا العافيه يا مان يلا حنشوف مع سامي دلوقتي بقيه التجربه شوف الحين الله يسلمك فيها الشبك هذا جاي كامل رياضي وجاي كروم مطفي هو الشبك كله مش اسود يا علي مظبوط لا مش اسود هو مش اسود مطفي. اوكي ما شاء الله هي كامله شكله رياضي كتير طبعا المدعميه كامله مع الشنب الاسود ده في حساسات اربع مع الكاميرا الاماميه طبعا هذه فيها اربع كاميرات حول السياره محيطيه طبعا محيطيه لا. طيب شكل الرنجات عامل ازاي تعال انا اقرب نشوف ممتاز بصراحه 22 مع التواير فيرجستون والتواير حق الشارع هاي للخط والمدينه يعني حق المدينة طالما الدعميه نازله زي ما بيقولوا يبقى السياره دي خط ومدينه اكتر طبعا للراحه والهدوء فيها الاير سسبنشن موجود اللي هو الجامبينات الهوائيه ممتاز الاير سسبنشن ده كان بينزل عندنا في سياره واحده فقط اللي هي زي 71 تم اضافته على التاهو الار اس تي بنفس الماكينه بس شكل رياضي اكتر ما هو شكل اوف رود يعني علامات التاهو السوداء والكاميرا الجانبيه مع الاشاره وطبعا فيها نقطه العمياء اكيد في تفاصيل كمان الدواسة لونها اسود اه الدواسة بدال الكروم يا هي سوداء تمام اوكي طبعا في الدخول الذكي ايه كمان ورا هنا نشوف بما ان هي 6.2 فعلى الاغلب هتكون دول اكزوست اربع اكزوست دول اكزوست في كل مكان وراويهم العلامه هذه الار اس تي بالاحمر شوف حجمها دي مع التاهو الاسود والعلامه السوداء بعد وطبعا الباب الخلفي كهرباء اوتوماتيك ما شاء الله طبعا دي زي ما احنا عارفين اكبر مساحه خلفيه في اي سياره اس يو في سياره عائليه والاكبر عنها هي فقط السوبربان السوبربان صحيح ايه. طيب هنا في عندنا الزراير حق الكراسي طبعا هاي هنا ترفع وتنزل الكراسي رائع طيب ايه. وعند كل راكب في ايه في اير باج في فتحه مكيف موجود مع الاضاءه في عندك اليو اس بي تايب سي والطرف الثاني بعد نفس الشيء اوكي وفي الليتات الاي دي اللي فوق السقف مع الخلفيه هنا ممتاز وهذه بعد تقدر تنيم الكراسي اللي في الوسط الوسط اوكي هيكبر المساحه الخلفيه اكتر ويدينا ايوه تمام وسهل دخول الركاب الخلفيين لو عايزين يدخلوا من جهه اليمين في شاشات خلفيات انا شايف يا علي تعال نشوف هذه اكبر شاشات موجوده في الفئه اكبر شاشات موجوده في فئه السيارات الاس يو في دي 12.6 تقريبا صحيح 12.6 وعندك الشاشات دي بيتعمل لها ميرور مظبوط صحيح عن طريق الاندرويد الاثنين عن طريق الاندرويد وايرلس وندر... والابل بيتعمل بالاتش دي ام اي بالكيبل لو هي ابل يعني لون السيت بما ان السياره ار اس تي ار اس تي طبعا يعني رالي سبورت تراك رالي سبورتس تراك تمام بما ان هي شكل رياضي شوف او الفئه الرياضيه الخط الاحمر على طبعا السيت بينزل لون اسود فقط والخط الاحمر ده احنا شفناه قبل كده في سياره تانية من السيارات العظيمه عندنا شكلا وموضوعا ومواصفات ليزر صحيح شوف الحين كيف ليزر بينزل عليها الخط الاحمر حتى التخيط مع البايبنج الخفيف هذا اللي عطانا صراحه شكل رياضي ممتاز شكل حلو. طيب احنا انا حلقي نظره بس على طابلو من قدام او الداشبورد معانا سامي كمان ازيك يا سامي لا 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 والله عامل ايه يا سامي صباح الخير صباح النور هابي نيو يير وهابي بيرث خلاص والله طيب انا شايف السوفت وير اللي على الشاشه الرئيسيه طبعا سوفت وير شكله مختلف متغير هو اسرع اسهل بودكاست جوجل نيوز يعني مضاف عليه حاجات تانية كتير غير اللي كانت موجوده في الموديلات السابقه اكيد ما شاء الله طبعا ديجيتال زي ما انتم شايفين عندك الخلفي التحكم في المكيف في المود كله صار ديجيتال الدنيا ديجيتال جميل في تحكم مانيوال في مانيوال بعد في عندك الديجيتال ديجيتال اسهل لانه اسهل للوصول يعني وهذا تدفئة الكراسي اوكي ممتاز موجود مع وايرلس شارج وهو لما نيجي نوصل ان شاء الله عن طريق الاون ستار بالداتا باكج بيصير عندنا بيلت ان داتا باكج بالسياره فممكن يصير عندك دائما شغال عندك يا الجوجل مابس مع او بدون ابل كار بلاي طبعا الاون ستار هنا احنا عارفين هو بيعمل ايه طبعا اتكلمنا عنها كتير الاون ستار دي خدمه احكي لنا شويه عن الاون ستار يا سيدي الاون ستار هي خدمه بتوفرها جنرال موتورز
في عندك يا الباقه الكامله اللي هو كونكت اند بروتكت الحمايه والاتصال، تكون عندك اياها بقيمه 1490 درهم سنويا. يعني كم شهريا؟ سيبك من سنويا، بكون عندك شهريا 149 درهم ولكن نعطيك شهرين فري. اوكي طيب يجيب لنا سيارتك بالبوت كنترول بموبايلك فيها لو انت مسافر مشان العربيه ما تنامش البطاريه مثلا سكيورتي وسيفتي يعني. ممكن تفتحها تسكرها اذا انت مضيع الطريق السياره تدعم لنا فيها بلت ان نافيجيشن بعمل لك شير اللوكيشن بظهر عندك على الشاشه تروح يعني هي خدمه متكامله في الخليج كله تقريبا بتغطيك بتخليك دايما كونكتد او متوصل بجنرال موتورز عشان تدي لك الخدمات تدي لك عمر البطاريه ممكن كمان تتصل فيها ان خلت مساعده على الطريق كمان بيجوك بنشر تير غير السياره في الرمل فضل بترول تعطلت السياره حوادث طارئه لا سمح الله اوكي بيجي عندك مجانا وبيبعت اللوكيشن للشرطه ممتاز. عندك زر الاس او اس اللي هو دارك على رقم الطوارئ للشرطه كمان يعني في حاله الامرجنسي نقدر نتواصل معاه مباشره ويساعدونا كالعادة. طيب اطلع كده علي في عندنا ثاني سكر الباب عندنا انا شايف الساوند سيستم هنا من بوز يا سامي ها مظبوط اكيد الساوند سيستم عندك بوز من بوز هذا هنا عندنا التحكم حق الدبه الرافع اللي تاكل الاي دي اوكي في الباب عشان يشتغل سكر لنا السقف ده يا سامي مع ان الجو جميل بس يلا معلش هذا تحكم فيها الدبة ترفعها او تنقصها ثلاث ارباع او ان تطفيها كامل تتحكم فيها يدوي وبعد من الريموت تقدر تفتح وتسكر الدبة او حتى من رجل بعد مثلا نخبرهم كمان من برا ايوه تقدر ترفع يعني ترفع رجلك شوي تفتح الدبة معك بيكون في علامة شيفروليه على الارض بالليل بتضوي بتورينا المكان اللي عايزين نعمله صحيح وعندك الله يهزمك هذه حق الكراسي الخلفية تقدر تحكم فيها من عند السايق تقدر تحكم فيها من عند السايق تنزلهم بدل ما تنزل من السياره صحيح أوكي. بدل تفتح الدبه وتنزل الكراسي على طول وانت سايق تضغط الكرسي هذا ينزل عندكم ثلاجات هنا يا ريس هذه هي اهم شيء احكي لي شويه عن الثلاجه دي يا علي هاي الثلاجه من اكبر الثلاجات في الفئه هذه السيارات الكبيره في عندك الزر هذا في ليتين ليت تشوفه في واحد واثنين الواحد حق يعني خمس درجات تبريد يعني تبريد أوكي. والثالث بيكون تجميد يعني تجميد ماينس 5 يعني تحت الصفر أوكي. خمسة تحت الصفر طيب الناس اللي كانوا بيسالوا ايه فائده التجميد هنعمل بيه ايه هذا تحط فيه اي شيء تبغى زي ايس كريم حلو ايام الحر أوكي. عندك شغلات تبغى تبردها بسرعه بدال تنتظر تاخذ الهواء لا تحط التثليج على طول ثلج ممكن في ادويه بتبقى محتاجه تجميد ممكن في ادويه السكر سكر ابر او اي شيء ممتاز تحطيها غير المايه تحطي لك على الجنب هنا جدا بارده حتى الحين بعد بارده بارده فعلا وهذه حق الفول لان الرينك في السيفتي الرنك في السيفتي فما يفتح الا بالبرغي هذا اوكي عشان السرقه عشان السبير تاير بدله ولا شيء لازم تفتح بهذا اذا اللوك هذا ضاع بعد صعب انك تفتح البرغي لا اللوك مش هديع ان شاء الله ده نحتفظ بيه في مكان امن في البيت احسن او لا اهم شيء يكون السيارة كامل بعيد عن السياره احسن من البيت تمام اوكي طيب سامي ورينا كده شويه العداد لا ده ارفع الشباك كده عشان نعرف نسمع الصوت كويس شكرا يا استاذ عبد الله هلا عداد في عندك موجود في الشكل الكلاسيك بس في الاول ده ستيرنج ده بتاع اي سياره بليزر بليزر صح اكيد البليزر دي من اكتر السيارات نجاحا عندنا كديزاين والناس كلها حبيتها من بره ومن الداخل ولذلك هم حمرا تلاقيها بالظبط ولذلك هم قرروا ان حمرا على الجوانب على الاطراف قرروا ان كل السيارات الرياضيه تنزل بنفس الشكل يعني الستيرنج ده كمان على الكاميرو بس بحجم اصغر شويه والخط الاحمر موجود على الكاميرو زي ال1 مظبوط كان نعم وقريبا بقى هنشوفه لو كاميرو نزلت تاني هنشوف ايه اللي هيعملوا فيها بالظبط طيب يلا كمل يا سامي ورينا العدادات طيب. الديجيتال انا شايفها جديده كلها في عندك هون وضعيه الكلاسيك الار بي ام بيكون على اليمين والسبيدومتر على اليسار بشكل كلاسيكي الدائري في عندك ديزاين ثاني بروجريسيف تلاقي عندك يا جاي هيك مثل على ادجز بوش بشكل كيربي على زوايا شوي مع البوصه حط لك يا الكامبس وعندك اياها اللي هو الديجيتال كمان بشكل برؤيه ثانيه عندك اياها ان كان حاطط لك سرعه بالنص بس الار بي ام ما حط لك اياها والكلين
لا انت ماشي مثلا على الخطوط او ما بدك تعقيدات، بس بدك بس السرعه بس مجرد يعني بهالشكل. هلا هيك بنروح اوبشنز تمام، انا بغطي على الكونش تمام. تمام. صار عندك انت ممكن تعمل لي كان كستمايز السكرين الطريقه اللي انت بدك اياها. ممكن تطلع بعض الشغلات مثلا رايت سايد انفو بدك اياها مثلا البوصله على اليمين ولا تمبرتشر في وجود الصفحات الديجيتال. ايوه ترانزميشن حسب فلويد. راحه السي يعني زي ما هو عايز بالضبط. اوكي ونفس الشيء عندك يا هلا مثلا اخترنا هاي الخاصيه سهله طيب وفيها عربي اليسر. هلا نشوف اكيد اختار لنا كده اللانجوج اللي احنا عارفين اللانجوج دي الفيكل ارجع باك باك سيتنجز ممكن ولا باك يا سامي ممكن اوكي سيتنجز نشوف لا مش موجودين كلامها بس هو عندك كلمة السائق موجودة اوكي لانجويج عربي تمام يا ريس. هنرجع بقى نشوف السكرين الرئيسية بتاعه او الشاشة الرئيسية بتاعت الحد نعم شوف مثلا كده تمام ايوه بالظبط مقاسات صفرية الحد الاقصى شايف مثلا تحت كيف يعني العربي الحد الادنى يعني حسب شو المعلومات اللي انت بدك اياها وشو بدك تعبي الديتيلز فيها السيارة تمام. طيب هلا اذا رحنا هون مثلا في شورت كات للنافيجيشن بيعطيك مثلا امتى بدك تمشي يمين يسار بعد كم متر شو قناه الاف ام اللي انت موجود عليها ممكن تغير ما بين الاف ام والاي ام والبلوتوث او اليو اس بي الاختيار اللي انت عايز تشغله بدون ما تشيل يعني نظرك عن الطريق صحيح هاي حلوه هون في عندك السرعه بيعطيك اياها بشكل ديجيتال بالوسط في عندك ملخص الرحلات تريب 1 وتريب 2 كل واحدة شو قياساتها عدد الوقت ضغط الاطارات الاربعه يعني كل المعلومات ظاهره على العدادات الديجيتال حتى نغيرها زي ما احنا عايزين حتى الوسائد البريكات اللي هي بطانه البريكات السفايف ايوه ما تبقي منها بالظبط ده بيفيدنا كتير المعلومات دي الرحله طبعا عشان ما تتفاجئش باي يعني اي اسباب تخلي السياره تكون واقفه على جنب الطريق ولو حصل عندك مساعده على الطريق 4 سنوات ولو حصل عندك الاس اللي هي الاس او اس والاون ستار كل ده انت مرتبط بينا ارتباط دائم واحنا معاك طول الوقت مظبوط يا علي مظبوط طيب ورينا كده في زر هناك يا سامي مكتوب عليه 360 لما نيجي نكبس هون تحول ل 360 الكاميرا انا شايف الوضوح اكتر عن الموديل السابق القديم بالنسبه لنا اللي هو ال 21 مظبوط نعم دلوقتي في 22 ومسيرتنا بيجي بقول لك مثلا العجل الامامي اليمين ولا ده شايف كيف؟ هون في عندك طب اتحرك كده شمال روح شمال جرب بالمره ورينا الار بي ام ار بي ام هنا موجود الار بي ام بيزيد هو معانا ما شاء الله هذه الكاميرا شغاله معانا على سرعه تحت ال 20 يمكن بتفضل شغاله ال 360 صحيح بتشتغل لفتره معينه هلا بنجرب مثلا ندخلها بمنطقه ضيقه وبعدين تمشي فيها تعطيك الارقام وتختفي الظاهر عندنا ده ان في واحد من المشاة ماشي ورا السياره او طفل احنا مش شايفينه كسايق بس السياره حاسه بيه في حد هيعدي من ورا السياره مش احنا دلوقتي بنصف في مكان ضيق جدا لما نرجع ورا هتشوفوا البوابه اللي احنا داخلين منها وسامي طبعا سواء ماهر بس السياره بتساعده اكتر بكتير عشان نشوف المكان ضيق دي البوابه اللي احنا دخلنا منها احنا هنطلع تاني بالسياره نطلع بيها تاني يا سامي هلا هون شو بنسوي؟ لاحظ انا عامل العجل اليمين والشمال شايف لاحظ اليمين انا قد ايه بعيد عنه فانا مطمن هنا مبين عندي انه قريب اوكي بس عادي وال 360 عطت لك بالملي تقريبا يعني نعم. منحنيات وشغلات هذه المسافه الامنه بينك وبين هلا بنشوف العجلات الخلفيه لاحظ يمين شمال ممتاز يعني ما حدش يقول لي سياره كبيره عليا وانا بسوق تمام بالضبط
لا دي بقى ال 6.2 احنا هنبقى نجربها بعدين على طريق مش هنجربها دلوقتي هنا في اليارد. رايحين نغسل السيارة. ولو عندكم اي اسئلة تاني طبعا او اي اسئلة عايزين تعرفوها عن مواصفات السيارة طبعا عارفين هتتصلوا بمين. 050-516-3525 مهند من الحمودة للسيارات. وعلي الحسني فين علي الحسني؟ نفسه بني هنا. ايوه. 050-884-3433 علي الحسني. سامي الكبراوي. 050-223-3374 كل ده بن حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين في انتظار اتصالاتكم. واهلا بكم. باي باي. ننتظركم تجربون السيارة هذه الـ 6.2 وتشوفون أدائها فعلا على الطريق كيف بيكون. ممتاز. ولو عايزين نجربها في البر ناخذ أي سيارة؟ 71 زي 71 حلو جدا. أيوه زي 71 يلا بينا. بتتغسل يعني بتتجهز. باي باي.